الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درسنا اليوم هو الدرس الخامس، تمهيد. كان الصحابة رضي الله عنهم من أعلى الناس همة وأكثرهم رغبة في تحصيل المراتب العالية التي تحتاج إلى صبر ومجاهدة، ومن ذلك حرصهم على سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال أفضل، كما في الحديث الآتي. يخبرنا أن الصحابة رضي الله عنهم حريصين، مع أنهم يعبدون الله ويقيمون الصلاة، ولكن إيش؟ حريصين على التزود من الأعمال، فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار عن أي الأعمال أحب إلى الله وأكثرها تقربهم إليه. نرى الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أي العمل أحب إلى الله، قال: الآن نبدأ نعد. 1، قال: الصلاة على وقتها. إيش معنى الصلاة على وقتها؟ أي أداء الصلاة في وقتها المحدد. طيب، هل لو أخرت الصلاة عن وقتها علي ذنب أو لا؟ في حالتين. الحالة الأولى، إذا كان عندك عذر شرعي وعذر يمنعك أن تصلي هذه الصلاة في هذا الوقت، وينبغي يعني ما قدرت تصليها في هذا الوقت تأخرت، فهذا ليس عليك حرج فيه. ولكن إذا كان ليس لديك عذر شرعي أو عذر مهم جدا لترك هذه الصلاة، ف يعني غير جائز أنك تؤخر الصلاة عن وقتها. طيب، قال هذا الأول، انتهينا منه. الثاني قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. وبر الوالدين الكلام فيه كثير جدا، نكتفي بقوله تعالى: وقضى رب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بر الوالدين عظيم يا شباب، عظيم، فلا بد أن نهتم ببر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. إيش معنات الجهاد في سبيل الله؟ كلمة الجهاد من الجهد، أي بذل إيش؟ الجهد، بذل الجهد. طيب، هذه في اللغة العربية. طيب، في الإصطلاح وهو ماذا الجهاد؟ الدفاع، مثل ما هو مكتوب عندنا هنا، اللي هو إيش؟ قتال الأعداء للدفاع عن الدين والبلاد والعباد. إذن قتال الأعداء للدفاع عن الدين والبلاد والعباد. طيب، هو قتال الأعداء للدفاع عن الدين والبلاد، مثل ما قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. إذن الجهاد في اللغة مصدر من الجهد هو الطاقة والمشقة أو بذل الجهد، والجهاد شرعا هو قتال الأعداء للدفاع عن الدين والعباد. إذن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال عندما سأل عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم عن أي العمل أحب إلى الله، يعني أي العمل أكثر ثوابا عند الله سبحانه وتعالى، أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة على وقتها، أي الصلاة في وقتها المحدد. قالوا: ثم أي؟ يريدون الزيادة، الزيادة غير الصلاة على وقتها. قال: ثم بر الوالدين، وذكرنا لكم الآية. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. قال: أخبرني بهذه الثلاث، ولو طلبت منه أن يزيدني زيادة إيش؟ أزادني زيادة فوق ما أخبرني به. يعني أنه لا يقتصر على هذه الأعمال الثلاثة التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها يحبها الله، هذه الأعمال فقط التي يحبها الله، بل في غيرها من الأعمال. والدليل أنه قال: لما ولو استزدته لزادني، ولو استزدته لزادني. إذن هذه الأعمال التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرنا بها النبي صلى الله عليه
وسلم. إذن لابد للإنسان أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكل شيء يحبه الله سبحانه وتعالى، ويبتعد عن كل شيء يبغضه الله سبحانه وتعالى. ولا بد للإنسان أن يكون حريص على التقرب من عبادة الله، على التقرب من عبادة الله. وشكراً.